أهلها كافة على حد سواء وتكريس الأمن والاستقرار. وأشار المواطنون إلى أنه لولا وجود قوات البيشمركة البطلة لما كان أهالي كركوك يتمتعون بالأمن والطمأنينة والراحة كما الآن، معربين عن دعمهم ومساندتهم المطلقة لقوات البيشمركة وجهودها لحفظ الأمن والتصدي للإرهابيين. الضوء على التهاني التي قدموها المواطنون لقوات البيشمركة في سياق هذا التقرير. مع إطلالة العام الميلادي الجديد، تقدم أهالي كركوك بأحر التهاني والتبريكات لقوات البيشمركة البطلة، وجددوا دعمهم وإسنادهم لهم، داعين الباري عز وجل أن ينصرهم في كل حين، متذكرين بكل فخر واعتزاز ملاحم وبطولات قوات البيشمركة ودفاعها عن كركوك وأهلها على حد سواء. أشكر البيشمركة بما قدموا لنا، يعني كإحنا قومية العربية قدموا لنا شكل زين ممتاز، وأشكر البيشمركة قوات وأهنيهم بهذا العام الجديد 2015، إن شاء الله الله ينصرهم على الدواعش. عام 2015 إن شاء الله سنة خير وازدهار، ونهنئ قوات البيشمركة بالانتصارات التي تحققها على هذه الأرض الواقع. إن شاء الله نحو الأفضل وانتصارات، ونعود وطن مسالم، وطن جيد إن شاء الله، ونحو انتصارات عظيمة. ندعو من الله العلي القدير أن ينصر قوات البيشمركة على أعدائنا وعلى ويعود الأمن والإمناء والأمن والاستقرار إلى بلادنا، والحمد لله رب العالمين. نتمنى بالمزيد من الانتصارات لقوات البيشمركة، النصر المستمر إن شاء الله. النازحون إلى كركوك من جانبهم أشادوا بالملاحم البطولية لقوات البيشمركة، مثمنين جهود إدارة المحافظة وأبناء كركوك بما لاقوه من استقبال واهتمام ورعاية ومن جميع النواحي. قوات البيشمركة خلف الله عليهم، وما شاء الله وقفوا خوش وقفة. نعم، وقفوا مشرفة مع إخوانهم النازحين. بارك الله بهم، بارك الله بقناتكم. سنة خير إن شاء الله، سنة 2015، ونهنئ إخواننا هنا في كركوك، الحكومة المحلية بيشمركة بمناسبة هذا الأعياد إن شاء الله. ملاحم وبطولات قوات البيشمركة باتت محطة إعجاب وتقدير في قلوب جميع المكونات. يشار خالد، فضائية كركوك. في موضوع آخر، وجه رئيس